السلام عليكم. هلا ابو حش، حياك الله. شلونك يا اخوي؟ انت وينك؟ الرجال اكلمك. شو الرجال؟ الرجال اي اللي تقول فيلم زاين. اي اي خلنا نعيد عليه. ها مده رد عليك ورد عليك. خلنا ندق له. ها يلا تاخرنا. كيف المطلوب لا يمكن الاتصال به الان. والله مقفل من امس، شكل جاء عنده مشكله ولا ما قدر. والله متكان هو، بس ما ادري. تبغى نروح؟ خلص تكذب على من انت؟ من البارح تسحبني وعشيك واخرتها هذه. يا بنت من الرجال اللي يدق عليهم مقفل من البارح؟ زين مقفل والله راس كبير، بس يمكن من الضغط. والله انك تخسى وتعقب وانضغطتك بمخمس، اللي اخليك افتر راسك ثاني مره. اللي بغيت نعشي لا تكذب علي، لا تكذب يا كذاب يا وجه النكبه. اجلس هالحين لحالك هنا، ما حد تروح مني. حشر ما هبينه. اقول اقلب وجهك. ما هبينه ابو حشر. اني لربيك عند الحركه هذه، لان تعرف بكره تقول حق شو اجيبها يا كذاب. انا ما كذبت، اعيد على الرجال ذكي. لا يا شيخ، خلي يفك على بصمه الوجه، شافني لابس عمامه بيضاء قال لا يعرف الكذاب. نصب. ان الهاتف المطلوب لا. قلت دبلت من حركاتك هذيك الكذب اللي جاي. والله لا خليك تروح تستاجر التاكسي كلب اوريك انا ربي والعشاء. والله اني لحقتني لتعشيني وتخديني من ارجع لها. انا ماشي شوي واقطع وخص. حول فلوسها، حول فلوسها واذلف كلب. شوفت عينك الجوال مقفل، ترى حتلقط الحب عليك. اصلا انت ايش جابك معي؟ اللي جابك معي في الرياض شو؟ انا ماني برايح نستاجر سياره وانت معك سياره، ولا انا برايح نستاجر فندق ثاني وانت في فندق يا ابو حشا. ما بيننا الا رح استاجر وانقلع بعد. شو ابغاك انا؟ وبعدين البكره شو استفيد منك؟ البكره الناس اللي تدورها ويمدحونها، ولا دوروها مدوره غير بكره انت اسوء الكلام هذا. والرجال ترى قد قال لي، قال حنا ما ودنا نجيبها نكسر سوقها، ولا ودنا نفتح انظار الشياطين عليها. صح، انا مغر خايف عليها من عيون الشيطان. ايه والله والله. وانت طيب وانت تتحقق انها ما فايزه تتفوز. لا اعرف انها تتفوز. ايه واضح، بس انت زعلتني يوم تعامل معي بالكذب هذا. ليش تعامل معي بالكذب؟ هذا لا تكذب علي. العلوم اللي جتني هذه هي. لا تعودها. ابشر لما يجيك علم ما جاء. ابشر آه.